في البيان للمعادلة الخطية لدينا حاول أن تحل صفحة 106. إذن طبعا حاول أن تحل صفحة 106 هي ضمن الحالة الأولى ب لا يساوي الصفر. ليكن لدينا المستقيم الذي معادلته 2x زائد 3y يساوي 6. نريد الآن إيجاد الميل للمستقيم دلتا، طبعا سمينا المستقيم دلتا. نريد إيجاد ميل المستقيم ثم رسم هذا المستقيم. نعم، من سيشارك معنا في حل هذا التمرين؟ نعم، تفضل يا روان، تفضل يا أحمد. أحمد زيدان تفضل. ما هو ميل المستقيم؟ ميل المستقيم هو أمثال X ويساوي 2. لحظة، لا يا أحمد، ما هو شكل المعادلة؟ واي يعني. تمام، إذن الواي هون إلى أمثال. شكل المعادلة من الشكل AX زائد BY يساوي C. ننتبه هنا يوجد أمثال لX وأمثال لY، ويوجد لدينا C أيضا. المعادلة ليست من الشكل Y يساوي MX زائد B، إنما هي من الشكل AX زائد BY يساوي C. فلدي أمثال لX وأمثال لY، فما هو الميل يا أحمد؟ يعني ويساوي 2 على 3. يعني لدي قانون يا أحمد، لدي قانون. ما هو القانون؟ ناقص A على B. ناقص A على B، إذا الإشارة السالبة هي من ضمن القانون. ما هي قيم A؟ ما هي قيمة A؟ وهي أمثال X طبعا 2. إذا وضعنا مكان الـ A وضعنا العدد 2، مكان الـ B ماذا نضع؟ 3. ما هي قيمة الميل؟ ناقص 2 على 3. تمام، أحسنت يا أحمد، الآن أصبح صحيحا. أحسنت، بارك الله بك. إذا الميل هو ناقص 2 على 3. كي أقوم برسم هذا المستقيم ماذا أفعل يا إيمان؟ أنسي بدنا نوجد الـ A ونوجد الـ B بأنسي نساوي جدول. نعم، رسمنا الجدول. نريد إيجاد قيم لـ X و Y لإيجاد نقطتين على الأقل والتوصيل بينهما. ما هي قيم X؟ ولنفرض قيمة X صفر مثلا. نعم إيمان، قيمة X صفر نعوض نعوض صفر. نعم، بتصير 2 بين قوسين 0 زائد 3y بتساوي 6. نعم، 2 0 بتم 0 تمام 3y، 3y بتساوي زائد 6. نعم، فy تساوي 3. تساوي ماذا؟ انتبهي، أقسم على أمثال الy. انتبهي جيدا، نقسم على 2 وتطلع معنا y 2. تمام، إذا نقسم على أمثال الواي وهي 3 فتصبح واي تساوي 6 على 3 أي 2. 6 على 3 أي 2، أحسنت يا إيمان. إذا ما هي النقطة الأولى يا إيمان؟ أنسي A و A بين قوسين 0.2. 0.2، إذا النقطة الأولى هي 0.2، هذه هي الثنائية للنقطة الأولى. شكرا لك يا إيمان. نعم محمد، نريد إيجاد نقطة ثانية. ما رأيك يا محمد أن نفرض ما رأيك يا محمد أن نفرض y صفر ونعوض؟ ياسي بصير. نعم، ياسي 2x زائد 3y يساوي 6. 2x زائد 3 ضرب 0 ويساوي 6. 2x زائد 0 ويساوي 6. 2x ويساوي 6. x ويساوي 3. نعم، 6 على 2 وتساوي 3. طبعا قمنا هنا بقسم طرفي المعادلة على أمثال الx وهي 2، 6 على 2 يساوي 3. إذا ما هي النقطة؟ ما هي النقطة الثانية يا محمد؟ النقطة الثانية b، b 3 0. أحسنت يا محمد، بارك الله بك. أحسنت أيضا يا إيمان، بارك الله بك. إذا أصبح لدي نقطتين a 0 2 و b 3 0. ماذا أرسم يا إسراء كي أكمل التمثيل البياني؟ ماذا أرسم الآن؟ أنسي نرسم 2، أنسي بالعدد نحو أنسي التراتيل، محور الفواصل أولاً X X فتحة. أنسي نرسم 2 ونعين عليها النقطة A. طب أنا ما عندي لسه المحاور، وين بدي أرسم؟ فلازم أول شيء أرسم المحاور وقسم التقسيمات المتساوية، صحيح؟
إيه نسيت صحيح. تمام، إذا أرسم محور فواصل إكس إكس فتحة ومحور التراتيب واي واي فتحة، وأرسم الشبكة أو تقسيمات متساوية لا فرق. أين سأعين النقطة الأولى يا إسراء؟ أنسي على محور الفواصل. إذا هي تقع على محور الفواصل 0 2، هل هذا صحيح؟ تقع على محور الفواصل 0 2 باتجاه اليمين. إيه أنسي صحيح. إيه أنسي صحيح. انتبهي يا إسراء، هلا 0 الفواصل 0 بس الاثنين هي بتمثل التراتيب صح؟ أنسي باتجاه الأعلى لأنها موجبة. باتجاه الأعلى، نعم أحسنتي، إذا باتجاه الأعلى، إذا هذه هي النقطة A، إذا 0 على الفواصل 2 على التراتيب باتجاه الأعلى، إذا هذه موقع النقطة A. أين تقع النقطة B يا إسراء؟ أنسي على محور التراتيب. 3 على محور الفواصل، يعني باتجاه 3 باتجاه اليمين، صحيح؟ هلق أنسي كيف هيك بدنا نعرف أنسي بالاتجاه الأعلى اللي للأسفل؟ تمام، هلأ إن النقطة الأولى 0 2، النقطة الأولى 0 2، يعني عندي الفواصل معدومة، ما في فواصل، فهون طالما الفواصل معدومة فالنقطة تقع على محور التراتيب أي 2 باتجاه الأعلى، إذا منلاحظ أن الفاصلة معدومة 2 على التراتيب فالنقطة تقع على محور التراتيب. النقطة الثانية اللي هي 3 0، التراتيب معدومة فالفاصلة موجودة، فاتجاه اليمين 3، فالنقطة هنا B تقع على محور الفواصل، يعني إذا انعدمت الفواصل وقعت النقطة على محور التراتيب، وإذا انعدمت التراتيب وقعت النقطة على محور الفواصل، واضح؟ تمام؟ إيه في واضح. إذا 0 على X 2 على Y، هاي النقطة الأولى، 3 على الاكس خلاص 0 على الواي، ما بقى بطلع لا للاعلى ولا للاسفل، ضل مكاني، اذا هذا موقع النقطه بي. اذا وصلنا بين النقطتين نحصل على المستقيم المطلوب وهو دلتا، طبعا يصل بين النقطتين اي وبي. تمام، شكرا يا اسراء لمشاركتك ولسؤالك، سؤال مهم، احسنتي.